أعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز أن شركة الزيت العربية السعودية رامكو السعودية تمكنت بفضل الله من اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. وقال سمو وزير الطاقة إن الحقول المكتشفة هي حقل شادون للغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى، وحقل شهاب للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي، وحقل الشرفة للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي أيضا، وحقل أم خنصر للغاز الطبيعي غير التقليدي في منطقة الحدود الشمالية، وحقل سمنة للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية.